جدد وزير الخارجيه سامح شكري موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين او الانتقال مؤقتا الى مصر وقال شكري في مقابله مع شبكه سي ان ان الامريكيه ان اجبار الفلسطينيين في قطاع غزه على النزوح داخليا او خارجيا يعد انتهاكا للقانون الانساني الدولي مشددا على ان مصر لن تصبح طرفا في مثل هذا الانتهاك واضاف وزير الخارجيه ان الفلسطينيين انفسهم لا يريدون المغادره وان اي محاولات لاخراجهم من اراضيهم امر غير مقبول واكد شكري ان مصر لم تشارك في اي حصار علي قطاع غزه ولم تسهم في عزلها لافتا الي ان المعبر كان دائما مفتوحا